أحبائنا متابعي إذاعة صوت المحبة وتشاريتي تي في، الله معكم بهاليوم الثلاثاء المبارك الثلاثاء من الأسبوع الخامس عشر من زمن العنصرة. منطلع عليكم بحلقة جديدة من ينبوع الحياة حتى نكون عم نتأمل بكلمة الله، كلمة الحياة يلي كل يوم بتجددنا وبترجع بتعطينا الحياة رغم كل أنواع الموت المحيطة فينا بعالمنا اليوم. خلينا نقرأ كلمة الله لليوم ونتأمل فيها ونشوف الرب شو بده يضويلنا لقلوبنا ولحياتنا. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال لوقا البشير: فيما كان يسوع ذاهبا إلى أورشليم اجتاز ما بين السامرة والجليل، وفيما هو يدخل إحدى القرى لقيه عشرة رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. ورآهم يسوع فقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم ذاهبون طهروا. فلما رأى واحد منهم أنه قد شفي عاد وهو يمجد الله بصوت عظيم، وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أما طهر العشرة فأين التسعة؟ أما وجد فيهم من يعود ليمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم واذهب، إيمانك خلصك. كلام الرب. يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. الصلاة يلي هي صرخة، صرخة عشر رجال برص اجوا عند الرب يسوع حتى يرحمن من هالمرض يلي عم بياكل جلدن ولحمن وعم بعيشوا أوجاع مرة وكبيرة. يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. بيقول قداسة البابا فرانسيس إنه الصلاة هي صرخة من قلب الإنسان نحو قلب الله الأب. وباليوم المخصص بأوائل تموز من أجل الصلاة لأجل لبنان، وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى اللبنانيين بالصلاة الختامية لهالنهار، وبيستشهد بقلب الصلاة بالمرأة الكنعانية يلي هي من أرضنا، من أرض لبنان، لما راحت عند الرب يسوع وطلبت منه وصرخت له أن يرحمها. وبيقول أنه اليوم صوت الشعب اللبناني هو صرخة مثل صرخة هالامرأة الكنعانية، واليوم أيضا مثل صرخة هالرجال البرص يلي راحوا عند الرب وقالوا له: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. هالصرخة يلي عم بنوجهها كلنا، لأنه كلنا فينا أنواع عديدة من البرص، وخاصة اليوم بمجتمعنا اللبناني يلي عم بعيش أكتر وأكتر من الظروف القاسية يلي عم تكله لحمه وعم تكله جلده، يمكن عم بعيش على وجع البرص، برص الجوع، برص الفقر. نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى أن نصرخ إلى الرب صرخة الثقة من قلبنا، من قلب الشعب اللبناني إلى الله الآب: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. نحن بحاجة يا رب لرحمتك، نحن بحاجة أنه تشفينا من البرص الموجود فينا والموجود بمجتمعنا والموجود خاصة بقلوبنا. كتار منا عم نصلي إلى الحكام، إلى المسؤولين، من أجل أن يقوموا بالعدل، أن يقوموا بالحق، من أجل أن يقوموا
بالعدالة من أجل هالشعب، من أجل هالأرض. مع صلاتنا لحكامنا أكيد بدنا نصلي لإلنا، بدنا نصلي لكل واحد منا من أجل أن يشفى من برص الخطية يلي موجود فينا، لأنه برص الخطية اللي موجود فينا يلي عم بيكلنا قلوبنا كان أكتر وأكتر، وبعده عم بيكلنا قلوبنا وعم بيخلينا نعيش بالألم، هو يلي نحن بحاجة إلى الشفاء منه. لأنه لما منشفى منه نقدر أن نساهم بثورة حقيقية ضد الفساد وضد الظلم يلي عم نعيشه. أن نقوم بالثورة يلي مطلوبة منا بوجه الظلم تبدأ أولاً بثورة ضد الخطية والخطأ والفساد يلي موجود بقلوبنا ويلي موجود بمجتمعنا ويلي تعودنا يمكن أنه نعيشه ببيوتنا، بليالينا، بقعداتنا، بإلغاء كل صوت لصوت الله وكل صوت لصوت الضمير بقلب حياتنا. إذا بدنا مجتمع نظيف من الفساد، إذا بدنا مجتمع نظيف من برص الموت، علينا أن نحارب البرص الموجود بقلوبنا قبل كل شيء آخر، هالبرص يلي إجا نتيجة الخطية يلي أوقات كتير منحبها أكتر بكتير من ما منحب الله بقلب حياتنا. يا يسوع، يا معلم، ارحمنا، ارحمنا من البرص يلي موجود بقلوبنا، ارحمنا من البرص يلي موجود بمجتمعنا يلي تعود على الترف أوقات كتير، ارحمنا من برص الغنى المفرط يلي أوقات منسعيره، ارحمنا من برص المال يلي أوقات منطلبه من أجل تحقيق ملذات وأمور بالحياة بتبعدنا كتير عنك. ارحمنا من هيدا البرص حتى نقدر كمان نحنا نطلع من برص الفساد يلي موجود بمجتمعنا ونصرخ لك مثل ما بيطلب منا البابا فرانسيس رأس كنيستنا، أن نصرخ لك هذه الصرخة الإيمانية، صرخة الثقة، صرخة الصلاة من قلب متألم، من قلب مريان برص إلى قلبك يا رب من أجل أن ترحمنا. ومن بعد ما الرب يكون عطينا نعم كبيرة بحياتنا، اليوم نحن دورنا إخوتي نسأل حالنا مع كل هالطلبات اللي نطلبها من الله، قديش فعلا نحن نشكره؟ قديش بنرجع له تنقل له شكرا؟ وإذا كل واحد منا اليوم بياخد دقائق قليلة بنهاره يفكر بنعم كبيرة ربنا عطينا إياها بحياتنا، من نعمة الصحة، من نعمة يمكن وجود الأهل، من النعمة إنه بعدنا عم ناكل، من النعمة إنه عنا سقف يقوينا، مع كل المآسي اللي عم نشوفها ونسمعها بمجتمعنا اليوم، من جوع، من فقر، من بيوت مهدمة، من ناس خسروا أهلهم. نحن مدعوين اليوم أن نطلب من الرب يعطينا نعمة الشكران، نعمة الشكر، نعمة الامتنان، لمن بعد ما نقول له يا رب ارحمنا وساعدنا نرجع نشكره على كل النعم يلي عطينا إياها بحياتنا. وأنا أكيد أنه أفقر الفقراء بيناتنا في نعم كبيرة موجودة بحياته والرب موجود بحياته. نحن مدعوين اليوم أن ننظر حوالينا، أن ننظر إلى قلوبنا، أن نجد البرص الموجود فينا، مش فقط في الآخرين، مش فقط في الحكام، ولكن أيضاً برص الخطيئة والفساد اللي موجود فينا. أن نصرخ إلى الرب يسوع مخلصنا، يا رب، يا معلم، يا يسوع، ارحمنا. ولكن مع الوقت فاته أن نطلع على كل النعم الموجودة بحياتنا ونقول له يا رب شكرا، شكرا على كل شيء أعطيتني بحياتي، عطيني أن أبقى أمين لإلك ولكل نعمك ولكل عطاياك من اليوم وللأبد. آمين.